يعطيكم العافية. بهذا الفيديو بشرح نحكي أفكار كنا غرقناكم أساس في الليكس عن الفونكشن أكتر شيء. كنتوا تعملوا ليميتس ودومين وأسيمتوتس وتيبل أوف فاريشن. أنا بهم نوصل هلا على تيبل أوف فاريشن، يعني ما راح أطول عليكم كثير. هذا سؤال نموذج كنا نحكي ديك السنة، لأنه فاجئكم أنا بالأسئلة البروبلمز على درسنا بينقسم قسمين، بارت A إنه فانكشن عادي وهذا رح نحل منه، وبارت B هو سؤال ايكونوميك فانكشن هو درسنا كوست وريفينو بروفيت. اوكي هلا خلينا نتذكر نحن وياكم الفانكشن كيف نشتغل عليه وهي اساس. بهذا السؤال على السريع ما رح اطول عليكم، عم يقول لي ما هيدا الفانكشن F defined over R معادل 1، هلا بنحكي كيف by F of X هيك اعطاني ال F فانكشن وقال لي هيدا الكيرف اسمه سي. خلينا نبلش بأول سؤال. اللي فايز الدومين اوف ديفينيشن اوف اف، وهون عم بذكرني بالاف انه هي اكس سكوير بلس سي على اكس ماينس 1. فبشكل عام دومين انتو بالاسئله تبع الامتحان الرسمي عطي بكون جيفن، بس اذا واحد حبيت لي اجى سؤال قال لي طلع الدومين، والدومين بذكركم اني بس شو هي عندها مشاكل الاف. من شكل الاف ببين شو عندها مشاكل، شكلها هي عباره عن فراكشن. عاده قصتي بالفراكشن او مشكلتي بالفراكشن اللي تحت بياخذوا دائما ديفرنت بيجيبوا بس بقول له x minus 1 different 0 يعني x different 1. دومين شو بيطلع من minus infinity ل 1 بيرجع من 1 ل plus infinity، ومشكلتي بس على 1. هذا بالنسبه لاول فرع طلعت الدومين. وصل لثاني فرع اللي find limits of f on boundaries of the domain of f. نحن مش طلعنا هذا الدومين boundaries هن اطراف الدومين، يعني عندي minus infinity plus infinity، عندي هذا ال 1 من هالجهه وهذا ال 1 من هالجهه. ال1 من هالجهة من جهة الماينس انفينيتي هو 1 ماينس 1 بحط ماينس عليه من فوق، وال1 من جهة البلس انفينيتي 1 بلس، يعني مرة عندي أعداد اللي بتكون أصغر من 1 وأعداد اللي أكبر من 1. فأنا عندي كم ليميت؟ أربع ليميت على الماينس انفينيتي وعلى البلس انفينيتي، على ال1 ماينس وعلى ال1 بلس. هلا خلينا نبلش من ماينس انفينيتي بيشبهها للبلس انفينيتي، نرجع نشتغل على 1 ماينس بيشبهها ال1 بلس. ليميت هو بيكتب ليم x رايح على ماينس انفينيتي ل f x، وبذكركم ال f هي x سكوير بلس في x ماينس 1. في قاعده كثير بسيطه ومهمه بالليمت، انه بياخذ اذا كان عندي الليمت على الانفينيتي، انتبهوا كثير منيح على الانفينيتي، يعني اذا كانت ماينس انفينيتي او بلس انفينيتي، بيكون عندي فوق بولينوميال تحت بولينوميال، يصير عندي الليمت بياخذ اعلى ديجري فوق على اعلى ديجري تحت، يعني اعلى باور فوق على اعلى باور. بعدين شوف اذا في اعمل سمبليفاي قبل ما اعوض اكس سكوير على اكس، شو في يعمل؟ بشطب اكس باكس، شو بيصير عندي ليميت على اكس، وبعوض بس محل اكس هلا شو ماينس. فلاحظتوا بالانفينيتي في عندي قاعده بياخذ اعلى باور اعلى باور، ودائما قبل ما اعوض بعمل سمبليفاي اذا في، وهو على طول في يعمل سمبليفاي. نفس العمليه على بلس انفينيتي، بياخذ اعلى باور فوق اعلى باور تحت، بيطلع جواب بلس. وصل هلا ليمت على ال1 ماينس. هلا قبل ما نكف على 1 ماينس عم بيقول لي ديديوس اسيمبتوتس اوف اف. بذكركم عندي عاده بالليمت بيطلع لي 2 اسيمبتوتس بشكل عام، يمكن يكون موجودين يمكن لا. في شيء اسمه هوريزونتال، في شيء اسمه فيرتيكال. هلا بشكل عام ايمتى عندي اسيمبتوتس هوريزونتال او فيرتيكال؟ لما بكون انا جيب على ليمت لما بكون عم بجيب الليمت على الماينس انفينيتي او على البلس انفينيتي بيطلع جواب رائع. نحن جبنا الليمت على الماينس، شو طلع جواب؟ انفينيتي. انفينيتي اعطاني انفينيتي، ما في عندي اسيمبتوتس. رقم اعطاني رقم ما عندي اسيمبتوت، بيكون عندي انفينيتي بيعطيني رقم او رقم، هذا رح نشتغله ليمت يعني على رقم بيعطيني انفينيتي، بيكون عندي اسيمبتوت، غير هيك لا. فاذا بنشتغل على ال1 ماينس شو يعني او على ال1 بلس هلا؟ يعني 1 بلس شو يعني 1 بلس؟ يعني نحن الاعداد عم تكون اكبر من 1، يعني الاكس رايحه على ال1 بس من جهه الاكبر، يعني بعدها الاكس اكبر من 1. يعني هون شو حاطط ببالي انه الاكس هي عدد أكبر من 1 بس عم تقرب كثير على 1، يعني 1 بوينت شي كذا قريب كثير على. فبقول هو ليميت على 1 بلس لاكس سكوير بلس اكس ماينس 1 هي الاف. هون بدنا ننتبه لشغله، ما في يطبق نفس القاعده طبقتها فوق ياخذ اعلى ديجري على اعلى ديجري، هذيك القاعده بس على الانفينيتي. اوكي وما بيكون عندي بولينوميال فوق بولينوميال تحت، يعني ما في عندي راديكالز فوق، يعني ما عندي راديكال تحت اكس. اوكي بشكل عام ما في عندكم راديكال اصلا. فالانفينيتي في يطبق على ديجري على ديجري، بس بالعدد لا، بالعدد على طول بعوض. ما تتلبك 1 بلس شو بعوض؟ بعوض 1 بس، انه هي البلس اللي فوق انه الاكس اكبر من 1. اوكي بنعوض 1 عادي، 1 سكوير بلس 1 ماينس 1
بنعمل كالكوليشن لي 4 بيطلع 4 على 0، وعدد على 0 بعرف اني انفينيتي. هلا هون بيبقى شغله صغيره ما ننتبه لها، بدنا نحدد اشاره الانفينيتي. ولنحدد اشاره الانفينيتي لازم نحدد اشاره الزيرو. لنحدد اشاره الزيرو كيف؟ بتطلع انا من اللي صفر زيرو تحت هو اكس ماينس 1، بيجي على جنب بعمل هذا التيبل. بتذكر شو كنا نعمل؟ كنا نعمل تيبل اوف ساين للي تحت هو اكس ماينس 1، حط اكس اكس ماينس 1 عم نصفر اول شيء ماينس انفينيتي اكيد، نطول هذا شوي بلس انفينيتي، عم نصفر عندي على ال 1 حط هون 1، هيدا عليه مشكلة. اوكي، واللي ما بينتبه ما في مشكلة. هلا ليش عليه مشكلة؟ هو بدي نومينيتر. هلا كيف بعبي التيبل هاي؟ هيدا فيرست ديجري اساس مش سكند ديجري. فيرست ديجري له قاعدة وحدة، يعني الاكس عليها باور 1 بس ما عندي باور 2 للاكس. بتطلع المضروب الاكس، شو هو المضروب الاكس 1؟ شو اشارته بلس؟ قبل الروت او قبل العدد اللي بصفر عليه هو اوبوزيت، يعني هون بحط ماينس، بعدها شو؟ طيب هذا التيبل شو بستفيد منه؟ انا شو صرت هون زيرو؟ دائما تعملها عم بجيب انا 1 بلس، 1 بلس يعني اكس اكبر من 1. طيب هيدا ال 1 بجهه الاكبر من 1 هي هون، يعني هي هون 1 بلس بشكل عام بجهه بلس انفينيتي. شو الاشاره هون؟ بلس. هل بلس بحطها وين؟ مش على الانفينيتي، بحطها على الزيرو، بحطها هون. اوكي، وشو بتصير الاشاره؟ بشكل هون بلس وبيطلع جواب بلس انفينيتي. اوكي، هذا بالنسبه للليمت على مين؟ على 1 بلس. اوكي، كل اللي عملناه طلعنا اشاره الزيرو هي بلس مرتين. هلا 1 ماينس نفس الشغل، بس قبل ما ترفع 1 ماينس اذا بتلاحظوا الليمت على 1 شو اعطاني جواب؟ انفينيتي، يعني عدد اعطاني انفينيتي. هون اللي كنا عم نحكي فيه فوق في عندي اسمبتوت. كيف بجيب الاسمبتوت؟ ولا شيء، بفتش على عدد وين وهي هو ال 1، حد مين؟ حد الاكس، يعني اكس ايكوال 1 هذا هو فيرتيكال اسمبتوت. لو انفينيتي اعطاني عدد كنت له واي ايكوال هذا العدد هو هوريزونتال اسم. هلا بنشتغل على 1 ماينس، هو زيته على 1 بلس، نفس الشيء بعوض 1 بيعطيني 4 على 0، بس اللي بيفرق معي شغله كثير صغيره. لانه عم نشتغل على 1 ماينس يعني اني اصغر من 1، الاشاره هون شو هي على 1 ماينس؟ هي ماينس، فبحط الماينس وين؟ عند الزيرو هون. اوكي، فهون بصير عندي ماينس وعندي الجواب ماينس. اوكي، كمان عندي x equal 1 vertical هو ذاته الاسمبتوت، بس جاي عامل اسمبتوت للكيرف من جهه ثانيه. اوكي، هلا هيدي بنشوفها نبقى ان شاء الله على الرسمه بعدين. فبهمني الليمت على الانفينيتي طبقنا على باور او على باور، بالرقم بنعوض ونشوف شو بيطلع عندنا. اذا عدد على زيرو بيعطي انفينيتي، بيبقى عندي حدد اشاره الانفينيتي. شوف اشاره اللي بعمل تيبل اوف ساين بس للدينومينيتر اللي تحت بيصفر، وبختار الاشاره من التيبل حطها للزيرو، بعدين بتطلع اشاره. اوكي، طيب نوصل للفرع الاخير اللي هو اف برايم، بدي احسبها والتيبل اوف فاريشن. اف برايم ولا شيء، بتطلع على شكل الاف، اف هي اكس سكوير بلس سي على اكس ماينس 1، هي شكلها فراكشن. اوكي، فبطبق قاعده يو على في. اوكي، يو على في شو هي؟ بعمل في سكوير، يعني تحت بعمله باور 2. شفت شو عملت؟ اكس ماينس 1 شو عملت له؟ باور 2. بعدين بالعربي اللي مش هبرح كيف اعبي، كيف بعبي اللي فوق؟ ديريفيتيف اللي فوق ضرب اللي تحت. اول شيء شو الديريفيتيف اللي فوق؟ اللي فوق هو اكس سكوير بلس 3. شو الديريفيتيف لاكس سكوير بلس 3؟ اذا بنحسبها بعقلنا هي 2x، حط 2x. ضرب اللي تحت، من هو اللي تحت؟ اكس ماينس 1، ضرب اكس ماينس 1. بيرجع ماينس، بتطلع باللي تحت هلا، من اللي تحت؟ اكس ماينس 1، شو الديريفيتيف اللي لها؟ 1. ضرب اللي فوق هي اكس سكوير بلس 3، فهي الديريفيتيف اللي فوق ضرب اللي تحت، ماينس الديريفيتيف اللي تحت طلعت 1، ضرب اللي فوق اللي هي اكس سكوير بلس 3. خطوات الباقي هن عبارة عن كالكوليشن. اوكي، طيب هيك كنا احنا طلعنا الاف برايم. هلا شو بده هو بعد الاف برايم؟ هو قال لي كالكوليت اف برايم، بعدين شو قال لي؟ سيت اب تيبل اوبريشن. هيدي مش انه اطول خطوة، هي سهلة بس بدها، مش انه صعبة بس انه بدها شوية تركيز، بشكل كثير بسيط. بعمل تيبل اوبريشن انا بحاجة لكذا شكل، بحاجة للدومين اللي طلعناه نحن دومين. يعني هلا لتطلع تيبل اوف فاريشن بحاجه لدومين. اوكي، هذا طلعناه باول فرع، تذكروا ماس انفينيتي 1 1 بلس انفينيتي، بحاجه للليمت، هذا طلعناه بثاني فرع مع عندنا اياه، بحاجه لاف برايم احسبها، هذا هلا بعد حسبناه طازه، هي هذا اف برايم.
هلا البي وشغلتين لازم يحسبهم قبل ما اعمل تيبل اوبريشن. في حاجه اخذ الاف برايم اوف اكس ايكوال تو زيرو، شوف هل الاف برايم اللي عندي طلعت عني هون باخذها ايكوال تو زيرو، هل عندها روتس او لا، يعني هل هي بتكفر او لا. اخر شيء عندي ساين اوف اف برايم، بدي اعرف ايش شرطه، بدي اعرفها هون بتسفر، بدي اعرف ايش شرطه 1 بلس. اوكي، فاول ثلاثه معمولين بيبقى عندهم شغلتين، هن هيك بالعاده بيبقوا لكم هون اثنين. فبس نعمل تيبل اوف فاريشن، اما اعرف بياخذ اكس برايم اوف اكس ايكوال تو زيرو بحلها، هذا راح يصير هلا. بعدين بعملها تيبل اوف ساين، شوف ايش شرطه 1 بلس ماس بكل عادي. خلينا نبلش اول شيء بالاف برايم اوف اكس ايكوال تو زيرو، الاف برايم اللي حسبناها من شوي ايكوال تو زيرو، هيدي ايكوال تو زيرو يعني بياخذ اللي فوق ايكوال تو زيرو، بس ما عندكم فراكشن ايكوال تو زيرو يعني نيومريتر ايكوال زيرو، او بتعملوا كروس مالتيبليكيشن. اوكي، يعني بتعتبروا زيرو على 1 هي على 1، بتعملوا هاي بهاي بيعطيكم مثل ما هي، وهي بهاي بتعطيكم ايكوال زيرو. وهي ما في داعي تحلوها على الدلتا بالتفصيل، على الاله حاسبه مود 5 3، واذا بتحلوها بتعبوا ال A1 وال B minus 2 وال C minus 3 بيطلع معكم بالكالكوليتر x1 equal minus 1 وال x2 equal 3. هيك شو نحن عملنا الاف برايم اوف اكس equal to 0 خلصنا منها. هلا عندنا الخطوه الاخيره قبل التيبل اوف فاريشن بنوقف هون، هي التيبل اوف ساين للاف برايم، يعني بدي اعرف ايش هو الاف برايم. هلا قبل ما احط التيبل دغري خلينا نطلع هي الاف برايم هي عباره عن شو اساس؟ عن فراكشن. الفراكشن بيتاثر اشارته باللي فوق هو النيومريتر والدينومريتر. كيف نعمل تيبل اوف ساين بعد الفراكشن؟ اللي فوق ايكوال تو زيرو، ما خلينا اول جزء كنا حكينا عنه اونلاين، اللي فوق ايكوال تو زيرو تحت ديفرنت زيرو. اوكي، هلا اللي فوق ايكوال تو زيرو هي بيكون مشغول انت وجاهز خالص، ما في داعي نرجع نحله، طلعنا له روتس، طلعنا روتس. بس خليني قبل ما احكي عن اللي تحت ديفرنت زيرو، شو رايكم باشارته؟ هو باور 2 اوكي، بالانس على باور 2 اشارته بوزيتيف. عمين بيسفر هيدا؟ هذا اكيد رح ياخذ ديفرنت زيرو، بيطلع بيسفر على ال1، هو رح يطلع شو معناته اكس ديفرنت 1، هذا بيسفر على 1. اوكي، فصرت اعرف، صرت اعرف انه اللي فوق بتسفر على ماينس 1 و3 وتحت بتسفر على 1، وبعرف اشاره اللي تحت اصلا دائما بوزيتيف. فالتيبل اوف ساين للاف برايم كيف رح يصير استاذ؟ بهذا الشكل اكس ماينس انفينيتي بلس انفينيتي. اوكي، عندي هلا الارقام هن ناقص 1 و3 اللي بيسفروا النيومريتر، وعندي ال1 اللي بيسفر النيومريتر، بنرتبه من صغير لكبير، هنا ماينس 1 بيرجع عندي 1 بيرجع عندي 3. هلا هون بحط النيومريتر ايكويشن اللي هو اكس سكوير ماينس 2x ماينس 3 بيشبه كل شيء 3 هيدي، تحت عندي الاكس ماينس 1 الى باور 2 اوكي الدينوميتر يعني. اخر شيء عندي اف برايم اوف اكس. اوكي، هلا بننزل الخطوط، بننتبه بس لشغله انه ال1 عليها مشكله استاذ، فال1 بعمل لها هيك ما بتسفر الدينوميتر، هودي ما في مشكله بنزلها. هلا هيدا النيومريتر بيسفر مش على هاي وعلى هاي، كيف بعبي الاشاره؟ كيف بنعبي كنا الاشاره بالعاده؟ بين الصفين اوبوزيت، بتطلع بالاي اشارتها بلس، فهون شو اوبوزيت لبلس ماينس ماينس بلس بلس. على فكره هذا الدينوميتر ما في داعي احطه بالجدول لانه اشارته بلس على طول، ما في داعي ما بيرسل الاشاره، بس كرمال ما تتلبك وتقول ليش ما حطيتها، في ما حطها بس وهون حطيناها. فهون لانه باور 2 من برا اساس من برانس على باور 2، فهون اشارتها شو على طول اساس بلس. اوكي، اخر خطوه بضرب الاشارات بلس 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 ماينس ماينس بلس، هيدي بكون شو عملت كيف إشارة اف برايم عرفت 1 بلس 1. بيبقى عندنا اخر خطوه، هلا بس رح احط بدايكم التيبل بشكل اوضح، بيطلع بهالشكل، بتلاحظوا ما حطيت الدينوميتر. اوكي، بس بدي احط المشكله انه على 1، في يحط الدينوميتر في ما حطه، بيطلع انه الاف برايم عندها الاشارات هي، بس بتعرفها وين هي بلس وين هي ماينس. بيبقى عندنا اخر خطوه اللي هي تيبل اوف فاريشن. تيبل اوف فاريشن هون انا بس عم بذكركم شو بدي قبل ما اعمله، بدي الدومين معنا اياه، ليمتس حسبناهم نحن وياكم ثاني فرع. ساين الاف برايم من شوي حليناها هي. هذا التيبل اللي حطيته اخر شيء مع اشاره الاف برايم 1 بلس 1 ماينس، ومع وين بتسفر؟ بتسفر على ناقص 1 عطل. هلا بيجي تيبل اوف فاريشن. تيبل اوف فاريشن اذا بذكركم ببلش كيف بنحطه؟ ما بيتغير اكس اف برايم اف. أول شغلة بعبيها الدومين
ماينس انفينيتي بلس انفينيتي، ومشكلتي من استاذ علوان مظبوط، هذا هو الدومين اللي بحطه ماينس انفينيتي بلس انفينيتي، ومشكلتي علوان بعمل بعدين بدي اعبي وين بتسقف الاف برايم عشان ناقص 1 و 3 هم ينحطوا على التيبل، بحط ماينس 1 و 3 وبنزل خطوط وبحط زيروز عليهم. هلا فوق عند الاف برايم بعبي الاشاره ليلى، هي هي الاشاره ليلى بلس ماينس ماينس بلس، بحط بلس ماينس ماينس بلس. هلا هون بنتذكر شغله، لما تكون الاف برايم بلس بيكون هون عندي سهم طالع، بكون اف برايم ماينس هون بكون سهم شو. هلا انه هيدا عنده مشكله يعني بقطش هون بيجي لهون لهالجهه، عندي شو هون ماينس بعمل سهم نازل بلس عندي سهم شو يعني دي انكريز ديكريز انكريز ديكريز. يبقى عندي شو اخر خطوه اذا يتعبى التيبل الاخير، عبي هاي وهاي وهاي يعني ثلاثة فاليوز هون وثلاثة فاليوز هون عندي ستة فاليوز. ما تاكلوا هم انه هيدا الفاليوز اربعتهم او 70% و90% منهم بيتعبوا من الليمت، يعني انتم حاسبينهم اساسا. خلينا نحسب شوي شوي. فاول فاليو بدي احسبه على الماينس انفينيتي، من وين بجيبه؟ من الليمت. قديش كان الليمت استاذ على الماينس انفينيتي؟ لما اخذنا الاكس على الماينس انفينيتي الجواب شو طلع؟ ماينس. فشو بحط تحت الماينس انفينيتي هلا هون؟ بحط ماينس انفينيتي. اوكي. لانه بلس شو بعمل سهم طالع؟ هلا هون الماينس 1 هاي شو بدي احسب؟ بدي احسب الاف للماينس 1، شو بيجي بعمل؟ بحط قدام الاف وعوض هالماينس 1 اللي شايف فينه هون بالاف، ما حدا يغلط يعوضها بالاف برايم. بس بحط محل الاكس ماينس 1 نحسبها بيطلع جواب قديش؟ ماينس 2، بنحط ماينس 2. بعدين شو بتلاحظوا عندي؟ اشاره ماينس بنزل. هلا هون لانه ال1 عندي مشكله ما في عوضه بالاف، هذا بعوض بجيبه من وين؟ من الليمت. هلا لانه نحن من جهه قبل ال1، قبل ال1 هون من هذه الجهه بعدنا قبل ال1 يعني على ال1 ماينس، بتطلع عن الليمت على ال1 ماينس هون. هذا الجواب يا استاذ ماينس انفينيتي، بحط هون ماينس. خلصنا اول جزء، بيجي للجزء الثاني واحد اللي هون على ال1 بلس. اول شيء بدي اعبي من هون، هون يعني 1 بلس، قديش عندي الاشاره عفوا قديش عندي الليمت هون على ال1 بلس؟ عندي بلس انفينيتي، بحط ثلاثة هون شو بلس. ولانه الاشاره هون عندي ماينس، شو بحط السهم نازل كمان 3، 3 ما عندي مشكله فيها، بعوضها بالاف ما بجيبها من الليمت، اللي بجيبهم من الليمت هن الانفينيتي واللي عندهم مشكله هن ال1. 3 بعوضها، كيف عوضت الماينس 1 هون؟ نفس الشيء، جيب اف اوف 3 بعوض محل الاكس هون 3. اوكي؟ بيطلع جواب معي عفوا 6 مش 6، فهون شو بحط؟ 6. اوكي؟ بعدين عندي سهم طالع على بلس انفينيتي بجيبه من الليمت، قديش كان عندي الليمت على بلس انفينيتي؟ عندي بلس انفينيتي. ما تنسوا هيدي عباره عن ماكسيموم نسميها، هيدي عبارة عن مينيموم. اوكي هيك نحن بنكون خلصنا، هيدا هو تيبل اوف ريليشن. بما عندنا الرسمة وفي شغلة صغيرة اسمها اوبليك اسمبل بعدين بنحكي عنه، بهمني ان شاء الله يكون الوضع يكون لهون يكون مفهومين. اوكي وفي اي حد عنده اي سؤال اي شيء اي استفسار في يحكي لنا على الخصم. يعطيكم